والله انا ما كنتش بصراحه متوقع خالص ان انا ممكن اخش الفاينل في 3 متر او في طوكيو. يعني بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي، بس يعني الحمد لله تعبت بصراحه واتمرنت جامد على حاجه زي كده. نتوقع ايه في باريس ان شاء الله؟ يعني لو تتوفر ان شاء الله يعني حاجات معسكرات وكده، والله يعني ربنا يكرمنا بميداليه مثلا او توب 5، يعني حاسس انها ممكن اعرف اعملها بسهوله. انا في ريو فعلا تقريبا كل الناس بقت عارفه دلوقتي انا طلعت الاخير في 10 متر، حاجه انا مش هزعل منها قوي، انا بس زعلان عشان ما عملتش البرفورمنس. انا برضو اتصبت قبلها بيوم بالظبط وما كنتش عارف انزل البطوله، بس طبعا نزلت لان لازم، فعشان بعد ما اروح الاولمبيكس ما نزلش. طلعت ال 28 على سلم 10 متر في ريو. انا رجعت على طول غيرت النادي، انا كنت لعيب نادي الزمالك بقيت لعيب نادي هليوبلس. المنظومه دي كويسه قوي، مش علشان بس انا فيها، هي اجمد يعني. تقريبا نادي هليوبلس بيكسب الدرع العام للبطوله كامله بقاله مثلا بتاع 10 سنين، فحبيت ان انا اجرب الموضوع ده لان انا كنت عايز اروح طوكيو واعمل يعني فيها حاجه كويسه. بدا فعلا يعني الشغل يبان عليا بعدها بسنه ونص، بدات افرق شويه، بدات اما اطلع بطوله ما بقاش بعيد عن الناس قوي. لحد ما رحنا في 2019 في بطوله العالم كنت ماشي من اول 12 لحد ما عملت نطه للاسف وحش ساعتها، بصراحة وحش قوي، فنزلت لل 27. بس رجعت وقلت انا كنت ماشي في وسطهم، يعني انا كنت ماشي في وسط ال 12، فده مش بعيد قوي، محتاج طبعا اركز واشوف. بنقعد نفلتر انا والمدرب بتاعي، بنتفرج على البطولة، ايه اللي عملته غلط، ايه اللي كان ممكن احسنه وكده. فبدأنا نحسن ده، بس كورونا طبعا جت في اول 2020، وطبعا الجيمز كلها الاولمبيك جيمز اتأجلت. وانا كنت ساعتها سافرت منحة في الاتحاد الدولي في روسيا، طبعا افادتني بطريقة او باخرى، بس انا رجعت منها بصراحة وقت كورونا ما كملتهاش لاخرها، حبيت ان انا اكمل تمرين في النادي او في مصر عامه. بعدها طلعت كاس العالم، كان في شهر 5 السنه دي في اليابان، برضو في نفس السنين لعبنا فيه الاولمبيكس. طلعت ال 11 وتاهلت السيمي فاينل في التمهيدي، احنا بنلعب 3 مرات، اول 18 بيتاهلوا للسيمي فاينل. في السيمي فاينل انا طلعت 18 which is الاخير، فللاسف ما تاهلتش للفاينل، بس كنت عملت كويس، مش احسن حاجه بس كان بالنسبه لي بقى لنا فتره ما حدش المصري دخل سيمي فاينل، وكانت حاجه انا بحلم بيها ان انا اطلع من توب 18 في كاس العالم، وان انا اجيب السبوت بتاعي عن طريق ان انا بتاهل للعالم، مش ان انا بتاهل عن طريق افريقيا وبس، لان انا كنت اتاهلت اصلا من طريق افريقيا، بطوله افريقيا لازم اطلع الاول في 2019. رجعت مع المدرب بتاعي وطبعا كابتن حلمي، قعدنا طبعا نتكلم زي ما بقول لك ايه اللي حصل في البطوله وايه اللي كان ممكن اعمله احسن وكده. بدات خالص اركز قوي ان انا خلاص قدامي كام شهر، هما شهرين بالظبط وهبقى مسافر في الاولمبيكس، مش ان انا شهرين ولسه هبدا اخش مثلا معسكر او حاجه. بدانا نشوف ايه اللي ممكن اعمله احسن، ايه اللي ممكن اظبطه اكتر، وبدات اركز في 3 متر اكتر. يعني انا عارف ان في ريو كنت بلعب 10 متر، بس ركزت في 3 متر كل الاربع سنين اللي فاتت، بلعب 10 متر برضو بس مش بنفس القوه بتاعت قبل اللي هي ريو، وشفت نفسي في 3 متر اكتر، يعني شفت ان انا ممكن اعمل حاجه كويسه. وده الحمد لله اللي حصل في طوكيو، تاهلت طلعت في التمهيدي ال 11 او ال 12 تقريبا، وتاهلت السيمي فاينل، من السيمي فاينل طلعت ال 11 برده تاني وتاهلت للفاينل، ودي تقريبا كان اول يعني بقى لنا فتره ما حدش وصل لحاجه زي دي، وانا مبسوط بصراحه ان انا حطيت اسمي ان انا تقريبا دخلت في الفاينل. ما كنتش مصدق خالص ان انا هلعب فاينل اولمبيك جيمز، وان مصر رجعت على الصوره تاني، لان هي للاسف كانت مختفيه، كنا موجودين بس مش في الفاينل، ان احنا ممكن نخش حد فينا سيمي فاينل. فانا مبسوط بصراحه ان انا عملت كده، وكانت اكسبيرينس بصراحه، تجربه انا لا يمكن انساها.